Je ne vais pas répéter les noms parce que vous avez déjà connu le nom des ministres et du gouverneur. Et il vous dit bienvenue à tous. أرحب بكم في مدينة أبو سمبل، مدينة السحر والجمال، وأرجو أن حضراتكم تكونوا سعداء النهاردة بزيارة مدينة أبو سمبل ومشاهدة الصوت والضوء، وبتمنى لكم سهرة سعيدة إن شاء الله وقضاء وقت ممتع في أبو سمبل.